سيادة اللواء، يعني سؤال لطالما أسمع بشكل شخصي في الشارع أو في داخل السجون، ليش يتم إلقاء القبض على المتعاطي وعلى المتاجر، وليش يقولون الحد الآن مدى يتم إلقاء القبض على كبار، يعني بصفة هذول يطون معلومة والمعلومة تؤدي بالأخير إلى التجار الكبار. وصلتوا أنت سألت قبل خليل قلت من هم التجار؟ نعم. وصلتوا إلى تجار خطرين حقيقيين على العراق؟ نعم، وصلنا إلى تجار خطرين على العراق، وجبنا متهمين من الخارج تقريبا بالتنسيق مع الدول اللي هم موجودين بيها، وصدرنا مذكرات أمر قبض دولي، وهي لأول مرة تصير تاريخ ملف المخدرات والملفات الأخرى. عندنا الحمد لله لدينا الآن كم، يعني تقريبا بحدود أكثر من 50 إلى 70 مذكرة أمر قبض دولي، وإذا نتابع قسمعتهم لقوى القبض عليهم عرب وأجانب، لقوى القبض عليهم في بلدان أخرى وبصدد تسفيرهم، قسمعتهم استلمناهم. فالمخدرات حربنا مع المخدرات ما راح تنتهي، يمكن قد يكون الحرب مع الإرهاب بفتوى السيد دام ظل الوارد قدرنا نجابه ملف المخدرات، الملف الإرهاب ونحجمه، لكن ملف المخدرات حربنا معاه ما تنتهي. لكن العبرة شلون تقدر تحدد وتضيق هذا الملف وتحدده إلى أصغر إلى 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 يعني بشكل قليل جدا، بحيث أفعال النتائج مالته وردود الأفعال وغيرها ما تكون بالشكل اللي ممكن يأثر على النسيج الاجتماعي اللي موجود بالبلد. قدرنا نسوى هذا الشيء بنسبة إذا حسبناها بالفترة الزمنية من تولي الحكومة لحد الآن، أنا أشوفها أكو منجز منجز. الناس يعني الدول تسولف، الدول اليوم والدليل على خير دليل على ذلك، أول مرة على سبيل المثال يعقد مؤتمر لأول مرة تاريخ محاربة المخدرات، تاريخ محاربة المخدرات بالعالم لأول مرة يعقد مؤتمر خاص مكافحة المخدرات، ويتبنى العراق، يتبنى العراق في عام 23 مؤتمر بغداد الأول ومؤتمر بغداد الدولة الثانية على مستوى الوزراء، وهاي لأول مرة تصير تاريخ مكافحة المخدرات. هاي رسالة واضحة على أنه اعتبار الحكومة الحالية والبرنامج الحكومي والعمل في جمهورية العراق الآن واضح ودقيق وصريح، وحتى المعلومات اللي ننطيها بشكل صريح وبشكل دقيق حتى لو كانت المعلومة اتجاهنا. نقول لازم هذا الملف يجب أن تكون بصراحة كاملة مع الجهات أصحاب العلاقة سواء كانت محلية أو دولية حتى تقدر تعالج. لذلك الآن عندما ندز كتاب نبعث كتاب إلى أي دولة سواء دول الجوار أو دول المحيط الإقليمي أو حتى المنظمات العالمية، كل محل تقدير وترحاب، ويأكدون في سماعاتهم في أشادوا بها أيضا السادة وزراء الداخلية اللي حضروا بالمؤتمر بغداد الثاني اللي انعقد يوم 22/7، أشادوا بدور العراق في محاربة هذه الآفة وجهود المبذولة وحجم المعلومات اللي قدمها والإنجاز اللي قدمها.